مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بهار ونار. زي ما تعودتوا يوم الاثنين بنطل عليكم انا والشيف امتياز لحتى نعطيكم هيك اسهل وصفات، وصفات انتم بتكونوا طالبينها منا كمان بالحلقات السابقه. وهاي الحلقه الكل عم بيستناها من فتره طويله، ما رح اغششهم، انت بدك تغششيهم. كيف حالك؟ اوكي، انت غششتي ولا انا؟ نتيجه واحده. نتيجه واحده. حبيبتي اول شيء اهلا وسهلا فيكي، واهلا وسهلا بكل حدا بيحضرنا لليوم. اليوم نص الاسبوع بس اسمي بعرف انه امتحانات مدارس، فالله يعينكم، ولكن حلقتنا كتير حلوة. رح نعمل، أنا خالد سواعي نقلني وغششني هاي الفكرة لليوم. هلأ الشاورما كتير عملناها، صح، بكتير أفكار وبكتير تفاصيل، ولكن شاورما البرايز ما عملناها ولا مرة. الله، فمن نعمل شاورما البرايز؟ طبعا احنا ما بنخلي ولا وصفه تعتب علينا أبداً. كل شيء بنعمله ضمن حلقتنا ببهار ونار. فرجيهم الخبزات، اليوم حلقتنا شاورما برايز. بدنا اياكم تضلكم متابعينا من هون لنهايه الحلقه، وتشاركوا معنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. احنا اكيد هلا صرنا معكم لايف. بدنا اياكم تحكوا لنا شو بتحبوا اكثر، شاورما اللحمه ولا شاورما الدجاج؟ كيف بتحبوا الشاورما؟ بتحبوها برايز، ما بتحبوها برايز؟ بتحبوها بخبز الاشراق، بتحبوها بخبز، يعني ايش ما انتم بتحبوها وكيف ما انتم بتحبوها؟ بدنا اياكم تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. وهلا كنا لسه عم نتناقش انا والشيف امتياز انه عم بيكون في كتير أفكار جديده من الشاورما، رح نحكي عنهم خلال حلقتنا، بس بدي اياكم تشاركوا وتكثروا مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح. اليوم اكيد بنهايه الحلقه في عنا ثلاث رابحين، في عنا جريل، في عنا خلاط كهربائي، وفي عنا خفائه كيك. فكل اللي عليكم تعملوه انكم تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك لحتى يطلعوا واحده من هالهدايا من نصيبكم. شو يا شيف، احكي لنا عن شاورما البرايز. اول شيء انا ببلش بالحلقه بدي اضل اذكرهم ان انا كثير بحبهم، لانه امبارح وصلني شوفي دائما بتصلني اشياء ايجابيه وكثير حلوه. امبارح وحده بعثت لي بلشت تشوفي حالك، فانا والله عليها بس لازم ابلش الحلقه هيها بطلع هيثم هيك. لازم ابلش الحلقه بهي الطريقه، انه انا عن جد بحبكم كثير وبحب قد ايه انتم بتحبوني، وانا ما تغيرت ولا راح اتغير. واهم شيء لازم اجاوب عليه، والله مو عامله عمليات تجميل، مش قادره كيف اقنعهم. يا ريتني حلوه مثل القمر لا عشان يحكوا لي عامله عمليات تجميل. بالعكس، انت كل يوم عمليات. وصلني هذا الحكي كل يوم. لا لا لا، بس احنا بحبكم انا، ومستحيل اشوف حالي، ومستحيل الواحد بيعرف انه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله رزقه محبه الناس. انا من الناس اللي كثير بحب احافظ عليها، لانها اجتني بوقت انا كنت بحاجتها، عرفتي كيف؟ يعني كنت طالعه من وفاه والدتي وكثير قصص. فبس قلت حابه ابلش اليوم هيك. هلا نرجع للبرايز، نرجع لانه خالد سواعي اعطاني الفكره، قلت له اسمع بعمل الحلقه ولكن بتجيب الخبز بس. شو ما قصر؟ لا ما قصر والله، جاب لي اياهم هي الخبز البرايز اللي كثير حلو. والله جاب لي اياه خالد، وجه له تحيه لانه جاب لي الخبزات كلياتهم. وعلي حب يتبرع فراح جاب لي خبز برايز اكبر هيك متضخم شوي، نصحاني مع الشتاء. بقول لي امتياز هذا خبز البرايز، احنا هذا خبز البرايز، اصلا سموها برايز لانه بيجي خبز ميني صغير. بالضبط، تمام. فانتوا تاخذوا لقمه وتاكلوها بدنا 200 وحده عشان نشبع. عشان نشبع. احنا كنا متعودين على البرايز اولها بالفلافل، بعدين صاروا يتفننوا بالشاورما. صح. مش الفلافل. فاليوم انت ايش رح تعملي لنا شاورما بالضبط؟ اليوم رح نعمل ثلاث انواع من الشاورما، رح نعمل شاورما الدجاج، شاورما اللحمه، ورح نعمل شاورما السجق. كمان زي ما انت قلتي صاروا يتفننوا بانواع الشاورما. اليوم في شاورما المصريين، في اليوم شاورما السمك، في اليوم شاورما البرجر، يعني صاروا يتفننوا. صح. فيها. فاحنا اليوم بدنا نعمل الاشياء المعتادين عليها، ولكن رح ناخذ فيها خلطات وصوصات جديده. رح نعمل المتومه بخمس نكهات مختلفه بطريقه برضو كتير سهله وكتير بسيطه. رح نعمل صوص الطحينيه، رح نعمل البصل مع يعني كل تفاصيل الشاورما، ولكن رح نعملها بالخبز العربي. انا كتير سعيد انه عم نعملها بالخبز العربي، الصراحه كتير قريب على قلبي الخبز العربي. تمام. وبحس كل شيء بتحطي فيه زاكي. لبني زاكي، زيت وزعتر زاكي، شو ما حطيته فيه زاكي. مزبوط. تمام. اذا احنا رح نعمل لكم هاي وصفات الشاورما. كل اللي عليكم تعملوا انكم ضلكم تابعينا من هون لنهايه الحلقه لحتى تشوفوا هالوصفات كيف الشيف امتياز رح تحضر لنا اياها، وخصوصا المغتربين اللي مشتاقين للشاورما، هاي الحلقه لكم خص نص عشان تحضروا كل هالوصفات. يعني انا متاكده انه اول ما الواحد يسافر اكثر شيء بيشتاق له الشاورما والفلافل. فيعني انت من الناس اللي بتشتاق للشاورما ولا الفلافل لما بتسافر؟ انا صراحه كثير بحب الفلافل. فلافل؟ لا انا بحب. اسمع هلا بالشتاء، بالشتاء كثير. على فكره نزلت لكم وصفه كثير بسيطه لتقشير الكسنه على انستغرام وفيسبوك. بس انا كثير بعشق الفلافل، وكثير بعشق اللبنه، وكثير بعشق الزيت وزعتر. فانا بضلوا يحكوا لي فئريه بس بحبهم خلص مش بايدي. لا لا زكيه، بس انا من الناس اللي بشتاق للشاورما اكثر من الفلافل. جاي فهلا اليوم الحلقه. انت اكلت شاورما بجوز قبل 6 اشهر 7 اشهر؟ واو،
ما بتذكر يعني، مش من الاشي اللي كتير بغريني. لما رحت على تركيا اسمها كتير بتفننوا فيها، بس اكتشفت انه والله احنا اطيب بلد بناكل بنعمل فيها شاورما. مزبوط بلد مزبوط. رحت على سوريا، رحت على لبنان، كتير 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 دول كتير، حتى ماليزيا شفتها، بتايلاند شفتها، بكل مكان. بس احنا اذكى شاورما موجوده صح؟ فيها هيك التتبيله والنكهات اللي كتير لذيذه. صح. طيب يلا، قد ما حمسناهم وقد ما الكل بلش يتشهون على الشاورما، خلينا نبلش باول وصفه. ايش رح تبلشين؟ ناخذ احنا الثلاثه مع بعض لانه طريقه تحضيرهم كتير سهله، بعدين رح نبلش نحضر السندويشات، نعمل المتومه باكثر من نكهه بطريقه كتير سهله وكتير بسيطه. ناخذ اول شيء ثلاث وصفات الشاورما. يلا، لشاورما اللحمة رح نحتاج لنص كيلو لحمة عجل، 5 معالق كبيرة خل، معلقة كبيرة بودرة بصل، معلقة كبيرة بودرة ثوم، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة قرفة ورشة جوز الطيب، معلقة كبيرة بهارات شاورما، معلقتين كبار زيت شعبان، وخبز عربي صغير. لشاورما الجاج رح نحتاج لكيلو شاورما العز، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بهارات شاورما، معلقة كبيرة بودرة ثوم، ومعلقة كبيرة بودرة بصل، معلقتين كبار زيت شعبان، 3 معالق كبيرة لبن من المها، عصير ليمون، وخبز عربي صغير. لشاورما السجق رح نحتاج لكيلو سجق مقطع، معلقة صغيرة بهارات شاورما، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقتين كبار زيت شعبان، وللتقديم رح نحتاج دبس رمان، صوص الطحينية، خس ومخلل. يعني شفتوا انه ثلاث وصفات مع بعض، وثلاث وصفات يعني مقاديرهم كثيره، بس انا متاكده انه رح تكون طريقه تطبيقهم كثير سهله، واخذناهم مع بعض لانه بيشبهوا بعض تقريبا 100%. وانت عم تحكي لنا شيف امتياز، رح نبلش نتناقش على موضوع الشاورما وعلى ما موضوع رح اليوم جوائز. لا طبعا حكينا لهم عنهم باول الحلقه. انا مش مركزه الصراحه. لا حكينا لهم طبعا، اليوم في عنا ثلاث رابحين رح يربحوا معنا جريل، خفائت كيك، وخلاط كهربائي. فشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وكتبوا مشاركتكم، ما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقه ومنشن لكل محبين الشاورما لحتى توصل الحلقه لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. طيب قولي لي ايش بدك موضوع الحلقه؟ موضوع الحلقه على موضوع الخبز الشاورما. ايش اكثر خبز بحبوه؟ لانه انا جديد شفتها بخبز التوست، وهاي كانت الصدمه بصراحه. وكثير ناس عم بيقولوا لي، اول ما بحكي لهم شاورما بيقولوا لي لا، بعد السق واللدع ما في طبعا. والله الخبز هيك الصاج الزاكي بيكون هيك بتنقر. انا اسمع كل شيء لازم تاكليه، لازم ما تفكري انه نصحني ضعفني. خلص الباذنجان لما تقليه مثلا وتحطي عليه عصره ليمون يكون مغرق زيت، كثير زاكي. لما تاكلي المقلوب تكون هيك مشرشره زيت وكذا، والله كثير زاكي. كل وجهه انك تنحفي. طيب خلينا نبلش. اول شيء احنا وصفاتنا كثير سهله وكثير بسيطه، بس عشان رح نعمل السجق ورح نعمل اللحمه. الشاورما الدجاج انا عملت لكم اياها باكثر من طريقه وباكثر من وصفه، ان شاء الله كلياتكم تقدروا تاخذوها وتجربوها. مبدئيا انا اليوم جايبه الشاورما الفريش الطازه من العز. تمام، هي بتيجي طعمها كتير معتدل، ولكن بالبيت بتحبوا تضيفوا عليها شوية بهار، تحبوا تضيفوا شوية ملح، شوية فلفل أسود، بزبط. الحلو فيها هلأ الفروزن عاملين عليها عرض، الكيلو بدينارين وتسعين. تمام، الكيلو الشاورما بتيجي بدينارين وتسعين، بس روحوا خدوها من العز وحطوها بالفرن. أنا قلت بدل ما أحطهم بالقلاية، لأنه أنا مستخدمة قلايتين هون وراح أستخدم كل الغاز، حطيتهم عصنية فردتهم وحطيتهم بس لحتى يستوي، رح ياخذوا معنا 20 دقيقة. اوكي، ضفتي عليهم شيء بهارات ولا هيك؟ هلا انا مثلا بحب كل شيء املح شوي. أوكي. كل شيء بهاراته شوي اوضح، فبحب يكون زيادة. أوكي. بس هن لا، بيقدروا عادي يعني يمشوا على الشيء المعتدل الموجود فيها. ولا تنسوا انه هلا عاملين عليها عرض بدينارين 90 قرش الكيلو. أوكي. تمام، شاورما اللحمة وشاورما السجق، السجق فكرتها دارجة جديد وصار كل حدا يعملها. اول شيء رحت انا على اللحام الصبح جبت من عنده سجق، انا جبتها شوي حرة. أوكي. انتو بتجيبوها كيف ما بدكم، حرة عادية بسيطة اللي بدكم اياه. رح احط بالمقلاية شوية زيت من زيتاتي شعبان، وبدي ارجع برضو اذكركم على سيرة زيت شعبان، انه صار رز شعبان برضو متوفر بكل مكان، ما عليكم غير انكم تستخدموه، بيزبط لكل الوصفات اللي انتو بدكم اياه، لانه هو رز متوسط الحبة. تمام، وكمان سكر البيت الناعم الحبيبات بدي اياكم تجربوه وتستخدموه بكل حلويات. رح اخد اول اشي لانه السجق بتيجي اصلا نكهة، فيها كم منيح من البهارات، واحنا دائما بنعرف انه هي محطوطه بالمصارين، فهي بالتالي برضه بناخذ الدهن الموجود فيها. واضافه بدي اضيف عشان نعطيها طعم شاورما. اوكي، البهارات اللي بتتحط للشاورما اكثرها قرفه، هيل، جوز الطيب، عندنا البصل بودره والثوم بودره، فانا هدول رح احط منهم رشات خفيفه جدا عشان اعزز نكهه الشاورما بالسجق. اوكي، نبلش بشويه ملح. تمام، خلينا احنا نقرا شوي من التعليقات انت عم بتبهرينا اياها.
انا بس بدي احط رشه هيل رشه جوز الطيب رشه بودره بصل رشه بودره ثوم عشان نعزز بس طعم الشاورما فيها تمام. وعندي بهارات شاورما بقدر اضيف شويه زياده مع شويه فلفل اسود تمام. هيك بكون اخذنا نكهه الشاورما بالسجق. شوفي ما احلاهم ما بياخذوا معنا وقت ابدا ابدا ابدا. الريحه بلشت تفحفح عنا يعني عن جد. اوكي عم بيقولوا لك شيف امتياز مبدعة بوصفاتك كثير من زمان عم نستنى بهالحلقه. رنا صادق عم بتقول اللحمه بالخبز العادي والجاج بحبه بخبز الاشراك. وفي عنا محمود عم بيقول احلى شيف. في عنا كمان بتقول خزامه صراحه مش كل من عمل شاورما هي بتطلع شاورما مظبوط، بس اذا عملتوها على وصفه الشيف امتياز رح تطلع معكم. هي اصلا ما انت كل شاورما. البلدان فيها شاورما صح، فانا حكيت انه انا دقتها بكثير بلدان، بس احنا يعني هون بالاردن الحمد لله اطيب ناس بنعمل اعتقد الشاورما مظبوط. ما بدي حد يزعل مني لانه بحضرونا ناس من كل بلدان العالم، بس احنا فيها نكهه مميزه جدا بتفننوا عن جد فيها طيب هلا شوفوا شاورما السجق ما رح تاخذ معنا وقت لانه السجق اصلا عمرها قصير بالسوا. نيجي على شاورما اللحم، اهم شيء باللحمه ناخذ قطعه فيليه تندرلاين من العجل. ما تروحي عند اللحام يقول لك خذي هاي ستيك، خذي من الفخده، خذي من الكتف، كله ما رح يزبط. خذوا قطعه اسمها ستريب لوين او تندرلوين اللي هي بتيجي من ظهر العجل تطلع كثير طريه، فخذوا فيليه ما يعطيكم ستيك يعطيكم فيليه. كيف نتبلها؟ هلا الليمون ما بزبط مع اللحمه بشدها، الليمون بشدها بغمقها، فرح ناخذ بدالها خل. انا بستخدم هون الخل من امريكان جورمي، انا عندي تقريبا كيلو، مقلايتي حاميه بطريقه كثير منيحه. رح اخذ ملح، عندنا بابريكا، بودره ثوم، بودره بصل تقريبا معلقه صغيره معلقه صغيره، وعندي فلفل اسود تمام، بهارات شاورما، وعندي انا جوز الطيب مع القرفه دائما انا مع بعض بجيبهم، عندنا تقريبا معلقه صغيره وهيل تمام. ما تكتروا كثير من القرفه، ما تكتروا كثير من جوز الطيب، ليش؟ لانها بتمرمر وبتغمق لون اللحوم اللي انتم بتستخدموها صح. انا بالنسبه لي هيك شاورما اللحمه ممتازه، قطعتها للفيليه. على فكره هاي رح تاخذ معي بس 10 دقائق لانه انا جايبه تندرلوين اللي هي اطرى قطعه بالعجل، فبتستوي بسرعه 100% بتستوي كثير بسرعه وبتاخذ نكهه كثير بسرعه. هلا انتوا بالبيت دائما الشاورما سواء عملنا شاورما الدجاج شاورما اللحمه شاورما السجق كل ما تركتهم مع بعض يتنقعوا كل ما اعطاني نكهه كثير اطيب صح تمام. بعدين الحلو انك انت نكهتيها قبل ما تحطيها على النار. لا انا بدي اياها يعني هيك تتنكه سواء كان السجق او هي او الدجاج بنكهم دائما قبل قبل تمام تمام. طيب انت بتحبي الشاورما مع الاضافات اللي عم بضيفوها عليها الجبنه، دبس الرمان؟ رح نضيف اليوم دبس الرمان. طبعا عندنا وصفه شاورما الدجاج بدبس الرمان. لا رح اليوم نتفنن، بدي اخذ شويه زيت تكون مقلايه كثير حاميه واحط عليها شاورما اللحمه. في عنا كمال عم بيقول عمري ما حبيت الشاورما منسف وبس. يعني كمال اكيد المنسف وبس، بس يعني احنا قاعدين عم نحكي عن الاشياء اللي جنب المنسف، يعني ممكن يعني بعد المنسف ايش بيجي؟ فلافل، بيجي الشاورما، بيجي اي طبق ثاني. احكي لنا ايش بعد المنسف. يعني يوم الجمعه مثلا ايش بفطروا؟ ايش بتفطري يوم الجمعه؟ يعني مناقيش او فلافل صح، يعني يا هيك يا هيك بس فيش حل ثاني. صحن حمص عليه شاورما كان لازم نعمله. وصلنا على صحن حمص من فوق صدقا، خلينا نعمله خلينا نعمل. لا بديش اياه برايز، دول برايز هذا تغميس مع الخبز الثاني. ما هو جاب الخبز صار يلف سندويشات. بيطلع اللبنه وبلش. احكي لي ايش حكى خالد سواعي، انا ما سمعت لما قلتي لي انت ما جاوبتي. لا هو علي لما انت صرتي تحكي انه انا صار لي 6 اشهر ما باكل شاورما، بحكي لك تعودتي على اللحمه. والله فهي ما كانت سامعه، بقول لها انا استغربت يعني ايش ما جاوبتي لاني مش سامعه. والله هذا طلع معكم. لا والله بس انا مثلا الشاورما في ايام بحسها كثير بهارات صح، كثير بهارات، وبعدين بحب كثير اكل طبيخ حتى بدي اطلع برا. انا من جماعه طبايخ والله، هذا اعتراف حلو. بحس حالي ما بشبع، ما بعرف يعني لازم اكل هالقد عشان اشبع، عارفه كيف؟ بس اطلع بحب اكل 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 اكل.
حلو. لا وبعدين كمان في محلات عم بيعملوا الكب المحشيه شاورما. طبعا هاي انا صورت لهم اياها كمان عملتها وصورت لهم اياها. وعلى فكره ان شاء الله بس مروه سجلي لنا اياهم الاشياء، بنعمل الحمص باللحمه، بنعمل نسبحها باللحمه بالشاورما قصدي، بنقدر نعمل كبه بالشاورما، في كثير افكار. بس برضه انا صورتها. عملتي لنا بيتزا الشاورما. وعملت بيتزا الشاورما كثير كثير. انا اسمعي كثير بحب اتفنن بهدول القصص كثير. لا حلو. بعدين يعني النكهات اللي احنا متعودين عليها بس هيك بنغير شوي بالوصفه لحتى نعملها هيك وصفه جديده ونغير دائما ونعطيكم افكار جديده. بدي ارجع اذكر كل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا بانه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، واليوم بنهايه الحلقه رح يكون في عندنا ثلاث رابحين، رح يكون في عندنا جريل، رح يكون في عندنا خفائف كيك، ورح يكون في عندنا كمان خلاط كهربائي. كل اللي عليكم تعملوه انكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، تعملوا لايك وشير للحلقه، وتشاركوا معنا بتعليقاتكم، بتحبوا الفلافل، بتحبوا الشاورما، بتحبوا شاورما الدجاج، بتحبوا شاورما اللحمه، باي خبز بتفضلوا الشاورما، يعني كل شيء بخص الشاورما ابعثوا لنا اياه على صفحتنا على الفيسبوك. واكيد اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات كمان ابعثوا لنا اياها. شو صار عندك بالوصفه؟ احنا ولا شيء، بس بنحتاج مثلا هاي تقريبا شبه جاهزه وعم بنزل منها صوص ومن الدهون ومن المصارين الملفوفين فيها. انا هذا كله بدي اخذه للخبزه عشان يعطيه نكهه كثير لذيذه، رح اسقي فيه الخبز. اوكي. وعندي اللحمه امورها ممتازه، يعني ان شاء الله بعد الفاصل بكونوا جاهزين. يلا اذا رح نطلع لفاصل صغير وبنرجع، ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل باقي وصفاتنا. بدي ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا واذكركم انه اليوم كل وصفاتنا شاورما، بالاخص شاورما البرايز، كثير عم نشوفها متداوله بالمحلات. هلا قررت الشيف امتياز تعمل لكم هالوصفه وخصوصا للمغتربين عملوا الشاورما، لانه انا متاكده انه كثير منكم مشتاق للشاورما ومشتاق لنكهه الشاورما اللي احنا متعودين عليها. اليوم كل اسرار الشاورما مع الشيف امتياز. بس قبل ما نرجع للشيف امتياز اذكركم انه تشاركوا معنا، لانه بنهايه الحلقه رح يكون في عندنا ثلاث رابحين، رح يربحوا معنا جريل، خفائه كيك، وخلاط كهربائي، واكيد مقدمين من عياد سيرفر لاين، بنوجه لهم تحيه. وهلا بنرجع للشاورما. اول شيء شاورما الدجاج اللي حطيتها بالفرن طلعت بتجنن، تقدر تحطوها بالفرن، تقدر تحطوها بمقلايه وعلى النار، ما بتاخذ معكم اكثر من 10 دقائق. كمان شاورما السجق بتجنن، اسمعوا عن جد رح تحبوها. شايفي كل هذا الصوص؟ هلا هاي شاورما الدجاج. اوكي. طلعوا ما احلاها، حمرتها انا شوي عشان تبين انها زي كأنها جايبينها من سيخ. اوكي. تمام؟ شاورما السجق لانه احنا بتعرفوا فيها نسبة دهون كويسة. اوكي. هذا الدهون اللي نزل منها ببهاراته وبكل تفاصيله اللي هو هذا. ايوه. هذا بدنا نسقي فيه الخبز. حلو. وشاورما اللحمة كمان امورها ممتازة، طلعوا. لونها بياخذ العقل. متبله بطريقه حلوه. ابدا ما اخذت وقت. ابدا ابدا ابدا. هي الفكره اليوم بالوصفات اللي رح نحضرها لليوم. اوكي. هلا قبل ما ابلش اطبق بالوصفات واطبق بالخبزات. أيوة. بدنا نعمل على السريع اسهل واسرع متومه بالعالم وننكهها. حلو. تكون بنكهات، تكون ساده، تكون اوريجانو، تكون بالبابريكا، بالباربيكيو صوص، يعني لازم ندخلها شويه تتبيلات لطيفه وسهله وسريعه. طبعا لانه ما بتكمل الشاورما من دون 100% المتومات. بالضبط. فالمتومه انا بتعرفوني اول طريقه بحبها او دائما بحب اعملها اللي هي بجيب كوبايتين، بناخذ المقادير، بجيب كوبايتين من المي بحط عليهم ثلاث معالق من النشا او كوبايه ونص من المي، معلقتين من النشا عشان النشا يكون شوي يعطيني كثافه كثير عاليه. بعدين بعمل الوصفه. ناخذ مقاديرها لانه هون خلص خلصنا ونطبقها مع بعض. يلا. للمتومة بأربع نكهات رح نحتاج لاثنين كوب مي، ثلاث معالق كبيرة نشا، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقة كبيرة خل، ثلاثة سن ثوم، نص كوب زيت شعبان، ملح وفلفل أبيض. وللنكهات رح نحتاج لخردل، باربيكيو صوص، كاتشب، مايونيز، ودبس رمان. أما للتقديم فرح نحتاج لخس مخلل، خبز، بطاطا مقلية. يعني ما في أسهل من هيك وصفات وما في أحلى من هيك نكهات. كلياتنا بنحب هاي النكهات، فاليوم قررت الشيف امتياز تخلط لنا اياهم مع الشاورما. خلينا نشوف كيف طريقه تطبيقهم ونرجع. اول مرحله بالمتومه انك تحطي كوبايتين من المي زي ما انا حطيت لكم، ثلاث معالق من النشا، نحطهم على النار ليصيروا معي زي المهلبيه. اوكي. باخذهم بحطهم بصحن على جنب لحتى يبردوا تماما، ما تستخدموهم وهن سخنين، ليصير عندي عادي كاني مهلبيه. اللي هي مي ونشا بدون اي اضافه. فانا عندي هون كوبايتين من المي، ثلاث معالق من النشا، بشعل عليهم النار وبلش احرك فيهم كثير منيح ليصيروا عندي مثل المهلبيه. اوكي. اي شيء بيدخل له النشا سواء كانت مهلبيه، رز بحليب، النشا اللي انا عمليته اليوم، لازم يترك تخليه على النار بعد ما يصير كثيف شوي عشان تروح نكهه النشا، النشا له نكهه.
اوكي تمام. فانا بضلكم تحركوا فيه بصير معي مهلبيه، بصير قوامه كثيف. والمي بدها تكون بارده ولا ساخنه؟ لا لا مي بارده. هلا النشا ما بتقدري تحطيه على مي ساخنه بالضبط. لانك بتخربيه انت هيك. تمام انا بس طفيت النار على السجق. لازم اورجيكم اورجيكم ايش بصير بحياتي. عن جد طلعوا ريحه، الريحه بتشهي. شوفوا ما شاء الله، طلعوا سجق شاورما السجق. فعندي هون زي ما حكينا المي مع النشا، رح اتركهم على النار ليصيروا عندي كثيفين، باخذهم بحطهم بصحن ليبردوا عندي تماما. هيك انا بردوا تماما، صاروا عندي زي المهلبيه. اوكي اتفقنا، هي اول مرحله واهم مرحله. اتفقنا. بعد هيك بجيب الخلاط من سيلفر لاين اللي عم بربحوكم 3 جوائز، رح تربحوا معنا خلاط صح؟ في واحدة من الجوائز خلاط وجريل وخفقه كيك 100%. بننخل او بننزل كل الكميه على الخلاط عندنا. تمام شايفين زي كانها مهلبيه، لازم يكون قوامها هيك عشان تطلع معاكم متومه صح، لازم يكون قوامها هيك. بعدين عندي ثوم. هلا انا حاطه لاني كميتي كبيره، حاطه تقريبا 2 لـ3. اوكي انتم بتحبوا نكهه الثوم تكون كثير خفيفه حطوا 1، تحبوها تكون اقوى حطوا 2، بس لانه اليوم داخلين احنا نكهات ثانيه فهي هيك رح تتغير نكهات على طعمه الثوم. أوكي. تمام هي عندنا 3 وعندي ملح. في ناس بيعملوا المتوى من البطاطا. في انا ما عملتهاش ولا مره. هي زي ما قالت لك مروة. زي ما قالت مروة. عندي هون ليمون وعندي هون ملح. حطيت ملح هي كمان رشه لانه كميتي منيحه. وعندي هون خلاص بس اطفي النار على اللحمه لانه كمان صارت جاهزه. اوكي تمام. وعندي شويه زيت. هلا بدي اخلطهم كلهم مع بعض، بتصير عندي الاساس من المتومه جاهز. يعني هاي المتومه بتاكلوها بالمطاعم. أوكي. زمان كانت الناس تفكرها مايونيز بعدين خلطينه مع ثوم بعدين خلطين الثوم مع بيض، لا هي بتنعمل بهاي الطريقه في كل المحلات. هو اللي في ناس كثير تتسمى من موضوع الشاورما اللي هو المايونيز ما يكونش المتومه. تمام بس خلينا نبلش. بس هو معظمهم بيزيدوا لها مايونيز؟ لا لا هي ما بنحطلهاش مايونيز. يلا نخلط. احركها لانه احنا قوامنا شوي كثيف، بعدين شوي شوي بتلاقوها صارت سموذي. حاولوا ما تحطوا سوائل ولا شيء فيها، خلينا نمشي بس على الليمون وممكن خل والزيت. تمام انا بس هيك لتصير عندي سموذي. أوكي. يعني الموضوع طبيعي وبالبيت بدكم تعملوا نفس الشيء. بدي احط بس معلقه خل. كل ما حطيته هيك خل وليمون وملح كل ما طلعت معكم أسكى. احسن. في ناس بحبوا يحطوا لبن، بس اللبن بخلي عمرها قصير، احنا بدناش نخلي عمرها قصير. اوكي بصير اورجيكم اياها قديه الموضوع بسيط قديه سهل. هيها المتومه اللي بتاخذوها من المحلات، شوفوا لونها قديه طلع حلو وهي طلعت بتجنن. وانا هذا القوام بالضبط اللي بدي اياه، لا اسمك من هيك ولا اخف من هيك. ضروري جدا لا تحطوا مي، انا خلاص بالنسبه لي ممتازه. ممتاز. لا تزيدوا مي لا تقللوا مي ولا شيء، هيك منيحه. اذا حسيتوا بتحتاجوا تضيفوا شويه سوائل عشان تطحنوها زي ما عملت بالضبط اللي هو شويه ليمون شويه خل. هلا من ننكههم نجيب عندنا هيك صحوننا عشان ننكههم فيها. طب وهدول الصحون لشو؟ اسحب مش هدول؟ لا هدول بدنا نخليهم نزين فيهم نحط فيهم. اوكي طيب عم بسألوك شيف شو معنى السق واللدع؟ شو هو السق واللدع؟ هي خبزه العربيه بجيبوها بحطوا فيها شاورما، بعدين شايفه ايش الصوص اللي نزل معانا هون الدهون بيحطوها بسقوها فيها وبيعطوك اياها من غير جريل. اوكي بنعمل هلا وحده انا وياهم على الهواء مروه، بس خليهم يدخلوا لي هيك 3-4 صحون. الله يخليكي. تمام هلا بدي يبلش معلم الشاورما يلف لنا سندويشات. قبل ما نلف الشاورما بدنا نبلش ننكه عنا اللي هي المتومه. بدي اخذ كميات كثير بسيطه. تمام هي عشان نكفي كل الصحون الموجوده عندي. اجيب معلقه بس. اول شيء خلينا نبلش بالباربيكيو صوص. انا مستخدمه كل الاشياء اليوم مستخدميتها متوفره بكل البيوت عندي من امريكان جورمي، سواء كاتشب باربيكيو صوص خردل اللي بدكم اياه. كثير ناس بعت لي امتياز لونها اصفر من وين، لونها احمر ليش، لونها اورنج ليش، هي كلياتها النكهات اللي بتكون داخله عليها. نبلش اول شيء بالخردل. معلقتين 3-4 من الخردل. بدي احط معه رشه اوريجانو خفيفه. بلبقوا مع بعض، بلبقوا كثير مع بعض. تمام احركهم بصير معي على طول اصفر متومه بنكهه الخردل. هاي وحده من اللي بتلاقوها، اسمعوا الاوريجانو كمان شايفينه اللي بنحط سواء على الباربيكيو او بنحط على الصوصات الثانيه، انواع المتومه الثانيه هو اللي بيعطيها كل النكهه.
حلو تمام. لو بعدين هيك ملفت كمان يعني هيك بيعطي لون حلو للسندويشة 100%. هذا صحن لور خلينا نرجع نستخدمه. هاي أول وحدة تمام. يعني انتم بالبيت اليوم بدكم تدللوا العيلة عن جد والله دلال من الآخر هذا، خصوصا إذا بتعملوا لهم الدجاج واللحمة والسجق يعني خلص بيصيروا يعني كل الأولاد وأهل البيت بيصير عندك شو بيقولوا ايش تتصدر القائمة. طيب بدنا نعمل النكهة الثانية اللي هي بالباربيكيو صوص. الباربيكيو صوص بالبقل والفلفل أو الشطة تحطوا معه. فأخذنا كمية من المتومة عنا رح ناخذ هاي جديدة خلينا هلا بنفتحها. خلينا نعمل بالكاتشب. يا رب يكون جداد. كله جداد. لا لا هاي يلا بنكهة الكاتشب. حطينا المتومة أول إشي 100% برضه مستخدميته من امريكان جورمي. متومه كثير سهله للناس اللي انضموا لنا هلا. انا شو عملت فيها؟ اخذت معلقتين كوبايتين من المي حطيتهم على النار مع معلقتين من النشا اللي هي كوبايه ونص من المي مع معلقتين من النشا او كوبايتين من المي مع ثلاث معالق من النشا. حضليت احرك فيهم لصاروا عندي زي المهلبيه. تركتهم يبردوا تماما. بعدين اخذتهم على الخلاط حطيت معاهم ثوم حطيت ليمون حطيت شويه خل حطيت ملح وشويه زيت وطحنتهم مع بعض. صار عندي المتوم الاساس اللي احنا بنستخدمها كلياتنا. بعدين هلا النكهات اللي انا بحبها عندي شطة عندي باربيكيو صوص عندي خردل عندي كاتشب بضيفهم كمية كمية على الوصفات اللي بدي اياها. تفننوا بالصوصات. كانت ايدي ماخدة على الصوصات على السريع بدها تخلصها واحد ورا الثاني. معنا اليوم امبارح رامي ابني جاء على باله شاورما قلت له ماما ما في. قال لي قلت له بكره عندي شاورما. ما تستبق الاحداث 100% بس عشان ما شاء يلا الله عشانها جديدة. ف انا عندي مشكله بكل شيء بفتحه والله العظيم بكل شيء حتى ازازه المي لا ايدي ما بتزبط. بس يلا خلص نطلع فاصل. خلص خلينا نطلع لفاصل. من بعد الفاصل بنرجع لنكمل معاكم باقي وصفات الشاورما. ما تنسوا تفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك تعملوا لايك وشير للحلقه لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. فاصل وراجعين. يعني راح عليكم شو صار بالفاصل. بلشنا كلياتنا نساعد الشيف امتياز بلشنا نعمل سندويشات وناخذ طلبيات ونشوف ايش الدجاج واللحمه والسجق. فوتوا على انستغرام شوفوا ايش كانوا يعملوا وحيات الله كلهم كله ايدين يعني بتشتغل. اسمع عمره انسان ما بنجح لحاله دائما انتوا جزء من فريق. طول ما انت والفريق مرتاحين مع بعض والله طول ما انت الامور طالعه كثير حلوه. صح هذا الحكي كلهم هلا عملوه انا شو بعمل يلا بتصورنا بتعطينا اوامر. طيب احنا تقريبا خلصنا بدي اعمل اخر نكهتين ولكن بس عشان اقيم هاي من قدامي. شاورما الدجاج قدي حلوه من العز اليوم اللي استخدمتها ولا تنسوا انه عليها عرض. بس بدي اخذها اعبيها بالخبزات العربيين اللي حجمهم كثير صغير. هاي تبعي قالوا انك سرقت وحده وانا مو شايفه. هاي بلشنا بس ما كملناها من غير هو من غير رضا بياكل قاعده. طيب وفي هاي هيثم ما لحق يكملها بس تزيدي لنا اياها شوي تركها وراح. لا هو جاي خلص. بالخبزات فخلاص. طيب بس انا بدي احط اخر نكهتين عندي هلا ثلاث نكهات اخر ثلاث نكهات رح شوي تستغربوا. اخر وحده اللي هي حطيت حطيت بهاي شطه وحطينا اول شيء انا عملت هون خليت وحده الاساس حطيت اللي بخردل وحطيت هون بالكاتشب حطيت بهاي شطه وهاي الباربيكيو صوص. اخر وحده رح احط عليها طحينيه مع شويه ليمون. هاي للحمه بدها تكون يملوا الباربيكيو صوص كثير زاكيه. زاكي كثير زاكيه بس نحركهم مع بعض. انا حطيتهم كلهم بصحون صغيره للتقديم. انتم بالبيت على الساندويشه على طول. اوكي تمام. بدنا نرجع نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا واذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك. واليوم بنهايه حلقتنا رح يكون في عنا ثلاث رابحين رح يربحوا معنا جريل خفائط كيك وخلاط كهربائي. كل اللي عليكم تعملوه انكم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في كيتشن تعملوا لايك وشير للحلقه وتحكوا لنا كيف بتحبوا الشاورما. هيك بتكونوا دخل اسمكم معنا على السحب. كتم مشاركتكم مش ضايل معكم كثير وقت من هون لنهايه حلقتنا. شو يا شيف بس للشطة على وين قولي لي هوت صوص وعملتي الباربيكيو ميولي. صح هذا الاخر هذا اللي بالشطه حطيت عليه برضه شويه اوريجانو كثير بيمشي. لا بدنا ناخذ شوي عشان احطه مع السندويشات. واخر واحد رح احط عليه شوي من صلصه الطحينيه وشويه ليمون. يعني فانتوا بتاخذوا نكهات كثير لذيذه تجربوها. يعني هلا تفتحوا محل شاورما عن جد. عارفه كيف؟ وعندي شويه ليمون مع بعض وبرضه احركهم. هلا اللحمه هاي للشاورما اللحمه صح؟
صح، لو افتح مطعم راح يمشي حالنا كلنا رح نشتغل. طبعا احنا كلياتنا معاكي بالمطعم. خلص لا قلنا المكان. سواء قعدوا على السيخ رح تمشي اموري. اوكي طيب السجق ايش اكثر صوص ممكن يلبق معاه فكرك؟ السجق بيلبق معاه كثير الباربيكيو صوص. تمام والله، بس بدي اخذ هدول احطهم على جنب امسح ونبلش نعمل انا وياكم سندويشات لانه احنا هيك خلصنا. ناخذ هذا، يلا ناخذ هي ونمسح كل اللي الدنيا اللي عملناها. والله نفسي تفوتوا بس تشوفوا هاي فاضيه بس. هاي كلها دجاج. اوكي هاي كلها دجاج وهاي السجق. طيب بس يعني ما لحقنا نعمل صوص واحد بس يرجعوا لي الخلاط ونبلش نشتغل فيه. هلا كل واحد بالبيت ايش بحب. هلا في ناس بتحب كثير الدجاج مع الدبس، صح؟ في ناس بتحبه مع متومه، في ناس بتحبه مع كاتشب، في ناس بتحبه مع مايونيز، اللي بدكم اياه. احنا بس حطيناهم بالبدايه بعد ما عملناهم للوصفات. بحب انا احط شويه خس، بحب كثير المخلل مع الشاورما، كثير بيعطي طعم طيب. عندي كمان مخلل لفت، حتى عم بتضيفوا كمان هلا جديد الجبنه، بصل 100%. طيب قبل ما اكمل السندويشات البصل. مروه كمان الله يعينك، السماء كمان مش نهم. لاحظ انه اليوم كل اغراضي مش موجوده، كله مفقود. واحد سماء واثنين شايف احكي لك عنه لانه عندنا تصوير بعد الحلقه فهون لخبطوا بين الاشيائين. طيب البصل انا جايبه بصل احمر لانه هلا موسمه ومليان وسعره ممتاز وبحبه الصراحه، بحب طعمه كثير. عندي هون عليه بدي احط شويه بقدونس وافركهم مع بعض ليجينا بس السماء، وافركهم مع بعض. تمام أوكي. هيك عشان سندويشه اللحمه، سندويشه اللحمه بدون طحينيه بدون هيك مغطس طحينية وليمون ما بيمشي حالها. صح مزبوط. اوكي وايش اخر صوص بدك تعمليه؟ بدنا اللي هو صوص طحينية، بس انا ايش بدي منك ناخذ شوي من الصوصات نحطهم بساندويشات الدجاج ونحط معاها شوية خس. طب يلا اللي بدي اخذ شوية بصل، اللي شو ما بتحبوا تفاصيل ضيفوها. هلا اللي بالسجق بدي احكي لكم شغلة، لما تيجوا تعملوا السجق لاحظوا انا خليت الصوص تاع السجق ليه؟ لانه الصراحة اطيب منه ما في. بتاخذوا هي شايفينها السندويشة يا علي بيك هيك بتحطوها طلعوا هي. انتوا لازم اصلا مش هيك تعملوا، انتوا لازم تغطسوها بالدهون النازل منها بعدين تحطوها. بتحبوا تحطوا معها شويه بصل مع شويه بقدونس بيطلع طعمه كثير طيب مع السجق. تمام وبعدين بتقدموها. اوكي بس معقول انا كل السجق اللي عملتها بس هدول؟ هيو هدول وهدولك كلهم اللي قدام السجق. هدول كلهم سجق. هدول بس معمولين وجاهزين بس بقول لا لا شايفين باخذ شوي من الدهن اللي نزل. هيو هيك قدي بالله اسمعي ريحتها بتشهي كله. اللي بده عن جد ياكل شيء دسم ويدفيه بالشتاء هاي الوصفه. غرقتها هاي راح ياكلها راح يدعي لي عن جد غرقها. هاي اكتبي اسم علي عليها ثاني وحده لعلي. اوكي وشويه بصل مع بقدونس او باربيكي صوص، بس انا الصراحه شايفتها هيك ممتازه، او صوص طحينيه. نعمل صوص طحينيه انا وياكم، وراح اخلي هاي المهمه للست دندونه. صوص الطحينيه اللي راح نحطه مع اللحم لانه اللحم الشيء الوحيد اللي احنا ما عملناه. راح احط ما اخذناه. طب هاتي يلا ناخذ المقادير مع بعض اذا هيك. لصلصة الطحينية رح نحتاج لربع كوب طحينية، ربع كوب ليمون، معلقتين كبار لبن من المها، ملح، وللتقديم رح نحتاج لبصل جوانح، بقدونس مخلل، خيار وخس. شفنا المكونات تبعون الوصفة أو صوص الطحينية. هذا صوص الطحينية اللي بدك تعمليه للحمة 100%. هذا صوص الطحينية اللي نعمله للحمة. هلأ شوفوا بالعادة أنا ما بحب أخففه بلبن، ولكن ناس كتير بتقولك أنا ما بحب تقل الطحينية، فبتقدروا تخففه بمعلقتين ثلاث معالق لبن. أنا حطيت هون طحينية، عصير ليمون، ملح. تمام ودائما اي شيء بفوت فيه طحينيه اعملوه بمي بارده دائما 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 عشان ما تكبتل معاكم. نسكره ونبلش نضيف عليها شوي مي عشان ناخذ القوام اللي احنا بدنا اياه. احنا ولا قرانا شيء اليوم ولا حكينا شيء. لا بس كثير هو يعني ما فيش ايدين مش فاضيين.
لا بس اللي اكتشفت لك اياه من التعليقات اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك انه كثير ناس محبين شاورما الدجاج اكثر من شاورما اللحمه. اه جد؟ اه طلعوا محبين الدجاج اكثر. برضو انا خلصت تمام تمام. ضفنا عليها ليمون، ضفنا عليها ملح، ضفنا عليها مي. الناس اللي بحبوا البقدونسيه بس بتحطوا بقدونس باخر مرحله. هيك كل مقاديري صارت جاهزه، ضايل بس اشكل السندويشات. برجع بعد لكم البصل فركته مع بقدونس وراح احط عليه السماق برضو افركهم مع بعض. اعتقد انه هيك خلص صار فتحين مطعم في البيت، خصوصا هلا مع الشتاء بيعزموا العيله والله وبيعملوا هيك ايش ما بدهم شاورما وكلياتهم بياكلوا مع بعض. لا وبعدين الكل بحب الشاورما، ما في حد ما بحب الشاورما، كبار صغار يعني. وبتتفننوا فيها انتم، بتعملوا لهم اياها دجاج ولحمه وسجق. انت ايش عم بتحطي هون؟ انا حطيت هون هذا الصوص تبع الحار، وهداك الثانيين حطينا باربيكيو فشكلت يعني. طيب خلينا احنا بنحط عليهم شويه مخلل، عندي مخلل انا كل شيء مقطعته صغير لانه الخبز نفسه اللي انا مستخدميته صغير، ولكن بتقدروا تستخدموا الخبز الكبير بتصير معكم هيك طلع ما اجملها. خس دجاج اللي هو عندنا الصوص الحار او اي نوع من صوصات المتومه اللي احنا عملناها لليوم، بعدين شويه مخلل خيار بتصير هيك سندويشتنا جاهزه. جنن اتفقنا. والله احلى برايز شاورما، احلى برايز. طيب عبالي شغله اعملها بس بدي اخذ فرشايه. اي شيء بنزل من اللحمه من القلايه او من السجق بس عن جد خذوا زي هيك سقوها للخبزه والدعوها والدعوها 100% بصير هيك اطيب. علي بدك هاي ولا قبلها؟ اي وحده؟ هاي ثلاثه كلهم باسم علي. طيب احنا بعد الفاصل بس رح نكمل الوصفات. تمام اذا رح نطلع لاخر اخر فاصل بحلقتنا لليوم. من بعد الفاصل رح نرجع لنكمل لكم الحلقه ونفرجيكم كيف رح تطلع سفرتنا بشاورما البرايز. خليكم معنا. قولي هالبرايز ما احلى شكلهم يعني. بصراحه ابدعت الشيف امتياز اليوم بالوصفه، واحنا ابدعنا بحشي السندويشات ولف السندويشات وتحضير السندويشات، ولا لا يا شيف؟ كيف رضاكي عنا اليوم؟ مش قادره، لازم يا الله لو يقدر يفوت ويشوف ايش عم بصير بالفاصل مثل النحل. سريع 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 الموضوع نخلص نخلص. عن جد بضحك، عارفه كيف كل واحد بنبلش زي محل شاورما. ما هو الكل قاعد عم بيساعد عشان بعد الحلقه يجوا ياكلوا هيك وهم ضميرهم مرتاح انهم ساعدوا. طيب احنا هذا الدجاج بدك تضيفي عليه شيء شيف ولا خلص؟ احنا ضفنا اي نوع من الصوص اللي انتم هن بدهم اياه، اي شيء كان. لا انا راح اضيف على اللحمه الصراحه صوص الطحينيه وعلى السجق. تقدروا تخلطوا بين السجق وبين اللحمه، اللحمه راح اخذ كميه منها. خلوا شويه الدهن اللي بينزل مع شويه بصل مع صوص الطحينيه. صوص الطحينيه راح احطه بطريقه معينه هيك عبيتها. ايوه هيك. والسجق خلص جاهز فيها البركه. اه لا لسه بدي احط اخر تنتين يلا هاي وهاي. يعني سوري اليوم فوضى. لا بس لا بس يعني صراحة البرايز طلعوا إبداع فمستاهل كل هال الركض الركض هذا عن جد. يلا عشان نجوع أكثر وعشان هيك نشهي كل اللي عم بيحضرونا عشان يقوموا ويحضروا هالسندويشات هدول، سواء كان بخبز البرايز أو بخبز العادي أو بخبز الإشراك، بالخبز اللي أنتم بدكم إياه، سواء كان دجاج لحمة سجق برضو كمان اللي انتم بتحبوه، ويبعثونا كمان تطبيقاتكم لحتى نشوف ابداعاتكم. بتحاولي تجملي الامور. بحاول اخليك تنطفي براحتك اليوم شوي. ويعني كل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا اليوم كانت حلقتنا اكثر من رائعه، لازم ترجعوا تحضروها كامله على صفحتنا على الفيسبوك. وهلا صار وقت نشوف اذا اسماء الرابحين صاروا جاهزين. يا مروه قبل ما تاخذوهم انا بس اخذت صوص الطحينيه اللي حضرته بس لأرجيكم هدول ما اجملهم. يلا هدول اللي باللحمه وهدول اللي بالسجق. تمام بدي احط لهم بطاطا، ولكن بدي اخذ اللي بصوص الطحينيه اها برضه احطهم هيك عشان نكون اعطينا هيك ضميرنا انه ايش برايز عن جد لحمه بالطريقه التقليديه. حلو تمام التمام. اوكي خلصتي يا شيف؟ خلصت انا. طيب اذا بنقدر نقرا اسماء الرابحين؟ نقدر نقرا. يلا خلينا نشوف مين الاشخاص اللي ربحوا معنا بحلقتنا لليوم. كان عندنا ثلاث جوائز كانوا مقدمين اكيد من سيلفر لاين عياد، بنشكرهم على هالهدايا. وخلينا هلا نشوف الرابحه الاولى كانت معنا ازار محمود، الف مبروك لك يا ازار. اما امل الحتامله فربحت معنا خلاط الكهربائي، واخر جائزه اللي هي خفائه الكيك كانت من نصيب عفاف ابو اجباره.
لكل الاشخاص اللي ما ربحوا معنا ان شاء الله بتربحوا معنا بالحلقات الجاي، والف مبروك لكل الاشخاص اللي ربحوا معنا. شيف امتياز سلم ايديكي بدنا اياكي هيك سريعا ذكرينا شو عملتينا بالحلقه اليوم. كل حلقه سريعه هيك عجقه بس عشان حابه كنت احكي لكم كل التفاصيل. اليوم عملنا شاورما البرايز اللي هي بالخبز العربي الصغير، عملنا شاورما اللحمه، عملنا شاورما السجق، وعملنا شاورما الجاج، وحطينا معهم ثلاث او خمس نكهات من اللي متومه بالخردل بالباربيكيو بالشطه بالطحينيه، وعملنا الساده، وكمان اخر شيء ايش عملنا؟ عملنا صوص الطحينيه. يعني بتمنى انكم تجربوهم هالافكار والوصفات، شوفوا قد ايه راح تعجبكم الشاورما بهاي الطريقه. صراحه وصفات بتجنن، وانا متاكده انه الكل راح يقوم اليوم يعمل هالوصفات. يعني ابدعتي كالعاده شيف امتياز، سلم ايديكي. بدنا نشكر كل الاشخاص اللي تابعونا اليوم خلال حلقتنا، والاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا ارجعوا احضروا الحلقه كامله على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، واي وصفه بدكم ترجعوا لها سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه بتلاقوها موجوده على قناتنا على اليوتيوب. مني ومن الشيف امتياز بنتمنى لكم بقيه نهار حلوه، اتضلوا بالف خير، الى اللقاء.